مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه الاخبار؟ النهاردة هنتكلم في فيديو كده سريع جدا، مش سريع اوي يعني، بس هياخد وقت شوية يعني 6 7 دقايق، عن الريليشن شيب عامة. بس قبل ما نتكلم عن الريليشن شيب هنتكلم عن كذا حاجة. هو الريليشن شيب عبارة عن 6 خطوات، تمام؟ بس قبلها حاجة وبعدها حاجة. قبل الريليشن شيب ازاي، ان انواع البنات عامة، وانت بتختار بنت، انواع البنات وانت بتختار بنت، وبعد الريليشن بيبقى انواع الاكسات واسلوبهم في الكلام عن الاكس بتاعها، سواء بنت او ولد يعني. بس النهارده الاغلب هنتكلم عن البنت عشان انا ولد اكيد، فطبعا يعني هكون في صف الرجاله، طبعا دي حاجه طبيعيه جدا يعني. فهنبدا بانواع البنات، والنوع اللي انت هتدخل عليه هيكون عامل ازاي عشان تكون عامل حسابك يعني. عندك في كذا نوع. انت عندك البنت النكديه. البنت النكديه دي يعني انت عندك البنت النكديه دي فعلا اللي هي يأس، احباط، تخنقك، تقرفك. هو في طبعا نوع الخنقه ده لوحده لسه هنتكلم فيه، بس البنت النكديه دي النوع اللي هي فعلا نكد طول اليوم 24/7، نكد مفيش غير نكد. انا جاي انكد عليك بس. دي هتعرفها منين؟ انت هتكون وانت قاعد معاها شايفها شخصيه بائسه، شخصيه باصه طول الوقت قدامها كده، معنى كده مفيش تفاؤل، مفيش روح كده جواها، تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ دي للبسنه يعني البنت النكديه. البنت الخنيقه بقى، الخنيقه دي بقى اللي هي ماشيه وراك كده في كل حاجه. مش هو. عملت ايه النهارده؟ اكلت ولا لا؟ خرجت ولا لسه؟ مع مين؟ خارج مع مين؟ خارج فين؟ خارج ازاي؟ رحت ازاي؟ رجعت ازاي؟ هوبا رجع انت، انا مش عارف ايه، انت مع مين؟ انت مش عارف ايه، هوبا لازقه. هي الامير في ظهرك كده، لازقه امير في ظهرك، مش هتطلع من عندك خالص. دي البنت الخنيقه. بيجوز معاها البنت الخنيقه والبنت المتسلطه عليك. لا انت روح اعمل كذا دلوقتي. واللي بتخترع فكرة وحلم في دماغها وتحقق عليه معاك ازاي. البنت اللي بتخترع القصة ديت يعني من الاخر كده هي بتتخيل حاجة، بتدخل العقل هنا الوهم ده والخيال ده بيتحقق الحقيقة، بتنفذه عليك انت، فانت تقوم ايه مفشوخ. معنى صح ايه اللي حصل؟ ان هي اللي يحصل معاك ده، ان البنت هتكلمك هتقول لك انت فين؟ ايه يا حبيبتي انا في القهوة. معاك مين؟ معايا كذا. لا انت بتخني. انت بتخني؟ ايوه بتخني. بتخني مع مين؟ ها خلاص انا انت بتخني. انت بتخني مع مين؟ بس انت في السينما مع واحدة اعرفها من الساعة 7، ورحتوا تتغدوا في كايرو فيستيفال في الفود كورت، وجبت لها ايجن كورنر، قعدتوا تاكلوا الوجبة اللي هي بحاجة و60 جنيه ديت اللي جبت لها ثلاث حاجات دي. بعد كده رحتوا دخلتوا فيلم سينما ميد نايت، وقعدتوا تلفوا تعملوا شوبينج مع بعض. بقى مين بقى البت دي؟ مين؟ انت قاعد على القهوه وكنت بتلعب بلاي ستيشن مع اصحابك، هو ده اللي انت كنت بتعمله طول الوقت. حتى لو كلت هتاكل كبده من عربيه جنبك، ما فيش حاجه يعني. دي البنت اللي بتتخيل. نخش بقى على البنت الاندر ايج. انا بعشق بقى الناس دي بجد، بحب اتكلم عليهم كده، بتبسط جدا. البنت الاندر ايج الفيك، يا لهوي متعه متعه. البنت الاندر ايج فيك دي بقى تحفه، دي قصه لوحدها. لو بنت بقى داخله على بنات في ووتر واي، عشان ما بيخرجوا في ووتر واي او ريفر اي حته يعني من المناطق دي، تخش على بنات اصحابها بنات، هاي جيرلز هاي جيرلز ايه الاخبار هاي جيرلز، تمام؟ هي نصها مصري ونصها فيك، تمام؟ دي الاندر ايج عامه. هاي جيرلز. لو ولاد بقى هي هو تو اوبشنز بالظبط، هاي جيرلز او هاي جايز. هاي جايز ايه الاخبار. لما مثلا تحب تبعت فويس نوت على جروب، يا جماعه ايه الاخبار، يا جماعه دلوقتي موضوع الكورونا، يا رب تكونوا كويسين، ستاي سيف ات هوم، والنبي الموضوع نير جدا، الموضوع بقى كبير وصعب. انا بابي لسه قايلني ان في اوريدي حالة عندنا في الكومباوند، انا مش متخيلة الموقف يا جماعة،
يا جماعة بليز بليز ستاي سيف ات هوم، موضوع قريب والله والله. ده بنت اندر ايدج فيك. طيب ترد عليها صاحبتها، عندها برضو ردين، يعني في رد الصغير وفي رد الطويل. رد الصغير او ام جي او ماي جاش. الرد الطويل هي لو اسمها بنت دي حنين مثلا او حلا اللي هي كانت بعتت فويس نوت، حنين او هلا انتي بتهزري بتهرجي بتهزري بتهرجي، مش عارف مالها بتتكلم كده ليه. يا جماعة الموضوع طلع فعلا كبير قوي، وبص لفوق، انا مش عارف بتبص لفوق تعمل في حد فوق، طيب مش عارف الموضوع طلع كبير قوي، احنا ما بنهزرش، يا رب كله يكون كويس، حطه كله بقى سبيتايزر مش عارف ايه وبتاع كده، تحطه على ايديكوا وتعملوا كده جلافز، بليز بليز جلافز، خلوا بالكم من نفسكم. النوع التالت بقى دي اللي هي الاندر ايج المفروض الرايقه، يا جماعه انا لسه صاحيه من النوم، ايه الحوارات اللي انتوا بتقولوها دي؟ مش كفايه بوبي ومامي قاعدين بيتخانقوا من الصبح، وبوبي قافش على مامي ومامي قافش على بوبي عشان هو قاعد طول الوقت في كونفرنس كول عشان الميتينجز عشان الشغل، بيشتغل من البيت، وبوبي قافش عشان هي ما بتطبخش، بنقعد في بلاط البيت، وانتوا ايه المنتاليتي بتاعتكم دي بقى؟ كبروا شويه، كبروا كبروا بقى، انا ما بقيتش عارف اروح النادي، ما بقيتش عارف الموضوع، موضوع مش موضوع، لا موضوع كبر، النادي مش النادي الطبيعي، لا اخويا اللي هو حب حياتي مش عارف أخو... ما تقولي اخويا حبيبي ايه، اخويا حب حياتي تكفرني برضه. دول الاندر ايج بقى في الريليشن شيب. انت لما هتخش في الريليشن شيب هيبقى الموضوع كالاتي، بداية تعارف تمام، بعد كده بعد ما تتعرفوا على بعض اختار بقى النوع اللي يعجبك، اهم حاجة النوع ما يكونش من الانواع دي كلها. بعد ما تتعرف عليها هيبدأ لحظة الاعجاب، بعد كده في لحظة الإعجاب دي بتيجي لحظة مهمة أوي، قلبك بس هو اللي بيحسها. مفيش الكلام ده اصلا، مفيش الكلام ده، هيحصل المشاكل. ايه هي المشاكل؟ هقول لك تلخيصا كده، المشاكل دي هي لما تعرف البنت اللي أنا انواع البنات اللي انا قلت لك عليهم اللي هو ما ترتبطش بيهم، لما انت ترتبط من انواع دي الانواعهم هم اللي هيسببهم المشاكل دي، فبيلبسوا في بعض على طول. يعني تلاقي بنت الخنيه تعمل لك خانقه، البنت الاندر ايج هتلاقيها اندر ايج، هتلاقيها ما تفهمش، ما انت ما بتحبنيش، انت مختلف عني، انت بتعرفش تبسطني، انت بتبسط نفسك ما بتبسطنيش انا، انت بتاخدني على قد دماغي، انا مش عارف كده بقى. نوع بقى الاكس، في الاكس المحترمه ما تجيبش سيرتك خالص، ولو جابتها تجيب لك بالخير. في الاكس اللي هي تمسح بكرامتك الارض، يا بنتي ده كان دخيل، ده كان كذا، ده كان كذا، ده كان كذا، ده كان كذا، ده انت طلعت وسخ، ده انت زباله يا جدع، ايه ده انت كلب، فو عليك على الشخصيه الوسخه اللي انت فيها دي، ايه ده؟ ازاي انت كنت بتعمل كل ده؟ ازاي؟ ازاي هي لما بتطلب منك تخرجها السينما ما بتخرجهاش غير بعدها بثلاث ايام مثلا؟ ازاي؟ في النوع بقى اللي هو استبدال بعد شهر، اللي هي بعد شهر مثلا تلاقي مصاحب واحد غيرك، يعني تلاقيها بعد شهر مثلا، استبدال بعد شهر ديت اللي هي مثلا ايه النوع ده؟ تصاحب واحد غيرك بعد شهر مثلا، ثلاث اسابيع بتاع، هي حره بقى كده، بتلاقيها ايه؟ my one only حب حياتي، you don't know how much I love you. امتى؟ ما تعرفش، بس هي كانت هي كده يعني تمام. my one only انا I can't live without you،
يا بنتي انت كنت عايشة حياتك من قبله بقالك 20 سنة وعرفتيه من شهر، هتقدري خلاص مش هتقدري تعيشي من غيره؟ I can't live without you. دي ريليشن شيبس يا جماعة، اختاروا البنت الصح، اقعدوا تختاروا الانواع دي، اقعدوا تختاروا الاندر ايج، عشان الاندر ايج الفيك بجد هيبهدلوكوا. ويعني لو اخترتوها خلوا حاولوا تعدلوا النظرة بتاعتهم، وبتهرجي وبتهزري دي والحاجات الحركات دي، حركات تقرف بجد، بتقرفني انا وبتقرف ناس كتير قوي. ويا رب تختاروا الشخصيات الكويسة معاكم. هتكل انا بقى دلوقتي عشان في واحدة مستنياني، انا خلاص لقيت شريكة حياتي.